البدايه كابتن سيد ابارك لك على التجديد مع النادي الاهلي، وطبعا يعني مش غريب عليك، انا يعني ده خبر روتيني، انا يعني بنقول مش عايزين نقول ان هو يعني، ولكن كلمني عن التجديد ويعني واجواءه، كلمني ازاي يعني ايه اللي حصل؟ لا هو مفيش حاجه، هو القصه كلها انا خلاص انا مكمل مع النادي لحد ما النادي يقول كفايه ابو السيد وريح كده، يعني بس مفيش هي اي مفيش طلبات، ولا مفيش اي اي حاجه، شروط ولا اي حاجه؟ مش محتاجه يعني، الله ينور الحمد لله عليك. رب العالمين. يعني في دايما كده العروض والكلام ده، يمكن الحمد لله بفضل الله من نعم ربنا عليا ان حتى العروض ما بقتش بتيجي، يعني الناس رامية طوبة ان انا ممكن افكر تعدي الفكرة عليا عروض ان اللي انا جوه اروح مصر الاهلي. كمان. تمام، يعني لا ما اللي الاهلي انا بره مصر، مفيش. اللي بره مصر خلاص يعني الدنيا موجوده ماشية يعني ماشي. بتاع، لان يعني ده الاحتراف، انما هنا في الاهلي يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن اتكتب عني ان انا نادي فلان عرض عليا كذا ونادي فلان عرض، والكلام ده ما حصلش، وانا قلت للناس انا ما فيش حاجه بتتعرض عليا، لان هم يعني الناس عارفه تعلقها تعلقي بالنادي الاهلي قد ايه. وجمهوره ده انت يعني تمام، فانا مش لا هينفع اصلا، الفكره ما بتعديش على ما بتجيش. بالي الحمد لله. بيجي يعني لك تليفون او مش تليفون في قعده، سيد انت معانا السنه دي؟ في الاهلي لا انت لا معانا من غير السنه دي، طيب تليفون، فين ما العقود؟ من والله غير تليفون والله واحنا من غير قاعدين انا تليفون. معاكم يا جماعه. طب فين العقود؟ انا اللي بسال اصلا الحمد لله، انت عارف بس ولا اي حاجه، بس بقى انت معانا كابتن اشرف يقول لك يا ابو السيد انت معانا السنه دي، طب يا كابتن فين العقود؟ هو ده بس التجديد ده صح؟ بالظبط كده، في ومش حاجه اكتر زياده؟ من كده. لا لا الحمد لله والصورتين رب والبكالة العالمين، على الحمد لله كده زي الفل، ده كبرت. الف مبروك علينا والف مبروك الله ليك، يبارك ويا فيك رب كتر دايما كده اسمك منور النادي الاهلي يا كابتن. يا رب، ربنا يعز النادي الاهلي، ودايما كده احنا فرحانين بنجاحاته وبفرقه كلها، وان شاء الله باذن الله يعني احنا متعودين من الاهلي على كده يا رب ان هو دايما يفرحنا يا رب يا رب نفسي